بروب اورينتيشن. اتفقنا ان البروب بتاعي اللي بستخدمه ليه علامة معينة، العلامة دي بتقول لي ان الصوت بيبتدي من عندها وبعد كده يروح للناحية العكسية. يعني لو ده اوفال ان شيب، انا عندي اكسس هنا، الصوت بيبتدي من النقطة الفوقانية ناحية العلامة، بعدين اللي تحتيها 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 لحد ما يوصل 180 درجة بالعكس. يعني لو فرضنا ان ده يمثل البروب، ده مكان النقطة البيضة، فالصوت هيبتدي من هنا بعدين هنا وبعدين هنا. ادي العلامة اهي موجودة الناحية دي. لو فرضت ان ده الصوت بيبتدي من عند العلامة لحد الناحية التانية، كويس؟ مفهوم؟ لا مش دعوة، انا لا هوريزونتال ولا فيرتيكال، يعني بيبتدي من العلامة دي للعلامة دي، خلاص كده؟ It's one line، يعني كأني ماسك طرش وبنور كده 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 بس. يبقى أنا كده ده مكان ما اتحركت، كويس؟ I can apply probe اللي في إيدي ده في كذا position، يا إما what we call transverse أو longitudinal أو axial. نبتدي بأول واحد اللي هو transverse orientation. أدي الموديل بتاع العين. لو انت حطيت البروب كده يعني تانجنشال مع الليمبس، لو العلامة هنا يبقى هتطلع الصوت اوبوزيت هنا، وكل ما الصوت بيتحرك هيتحرك من هنا لهنا، كأنك لو ده مكان البروب مطلع صوت، جبت انفورميشن من هنا 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 هنا، كأنك عملت ترانسفيرس سيكشن في العين. ده العيان باصص تحت واحنا حاطين ادي الكورنيا بتاعته، فحاطين الاورينتيشن تانجنشال وذ ذا ليمبس، يعني ادي الليمبس وادي البروب. اما هيطلع صوت، الصوت ده هيبتدي يوصل للنقطه دي الاول وبعدين هنا 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 تحت، تمام؟ لو فرضنا ان انا عندي ليجن تحت، انا ابتديت اعدي الصوت من جنب للليجن للجنب التاني، يعني انا قدرت اعرف اللاترال اكستنشن اوف ذيس ليجن، ممتد من الساعة كذا للساعة كذا. اللي بيبان لي على السكرين ان البوزيشن بتاع الساعة 12 بتاع العلامة البيضة دي بيظهر في عند الساعة 12 في الشاشة. يبقى بصوا حضراتكم، ادي العلامة اهي طلعت صوت من الجنب ده وانتهت بالجنب ده، على الشاشة بتبتدي من فوق لتحت، يعني الحتة دي هي الأولانية اللي بعديها and so on. يبقى أنا كده خلاص فهمت، بدل ما أنا حاطط العلامة في الجنب ده يبقى الجنب ده هو فوق في الشاشة والجنب ده هو تحت في الشاشة. لو أنا عكست البروب مارك كل حاجة هتتعكس، very simple. لا لا، هو ما بيجيبش انفورميشن على اللينز عشان احنا مش معديين في اللينز. انا بصور كده ما بين من ورا، من عند الايكويت من عند الليمبس لورا، انا معدي اللينز خالص. ليه؟ اللينز will absorb part of the sound، فانا if I get a better information بتفاداها، الا لو عايزها بعمل السكشن اللي اسمه axial. خلينا في الاولاني بس كده، ده ترانسفيرس. يبقى الترانسفيرس سيكشن بيديني اللاترال اكستنشن اوف ا ليجن، ده الاورينتيشنز بتاعتي. لو انت حطيت مثلا هنا ادي الماركه اهي، انا كده هوريزونتال حاطط البروب فوق، يبقى انا بصور تحت. تحت مثلا صور لي هنا من الساعه 5 للساعه 7، فبقول الاورينتيشن ده انا عامل ترانسفيرس سيكشن عند الساعه 6، انا عندي رينج من 5 ل 7، هوصف اللوكيشن ده الساعة 6. لو انت حاطط البروب هنا، انا بصور المكان ده من الساعة 2 للساعة 4، هقول وانا حاطط هنا انا بصور عامل ترانسفير سكشن عند الساعة 3، اللي انا بصوره مش اللي انا حاطه، مفهوم قصدي؟ انا صورت الساعة 3 في العين، انا صورت الساعة 6 في العين،
صورت ترانسفيرس يعني البروب اورينتد تانجنشال تو ذا ليمبس، يعني لو في ليجن بيقول لي ليجن ده اكستندنج مثلا من الساعه 2 للساعه 4، ده لاترال اكستنشن اوف ا ليجن. دي اكزامبلز بقى مختلفه. هنا مثلا الراجل ده انا قلت له بص على الجنب والبروب اهو محطوط على الجنب ده عشان يصور الساعه 3، لو لقيت ليجن ادي الماركه اهي يبقى انا صورت كده، يبقى هيطلع لي على الشاشه دي ان الجزء ده هيبقى superior والجزء ده inferior عند الساعة ده نزل ليجن. ما انا الاورينتيشن بتاعي انا كده مصور النزل اريا خلاص كده، يبقى ده كده upper nasal وده lower nasal من الساعة 2 للساعة 4. ايه لو عايز temporal خليه يبص بالعكس واكس البروب، يا دوب انت تزنقه جنب مناخيره وهو يبص للعكس، ما يقطع مناخيره الحل الثاني يعني. طيب نيجي للنوع الثاني او البوزيشن الثاني لونجيتودينال سكشن. هنا انا بخلي البروب بيربنديكولار تو ذا ليمبس، يعني لو هنا المارك عند الليمبس والبروب عمودي، اللاين اللي بيقطع فيه صوت عمودي على الليمبس، يعني ده الوضع بتاعي، يعني الصوت بيطلع سي من ناحيه السيلياري بودي ومكمل ناحيه الاكواتور. يبقى هنا العيان بقول له بص تحت، انا هنا حاطط البروب بيربنديكولار تو ذا ليمبس، يعني عندي الماركه هي عند الليمبس وبقيتها ناحيه الاكواتور، يعني لو انا عندي ليجن انا ببتدي اطلع الصوت من ناحيه الاورا سيراتا وانتهي ناحيه الاوبتيك نيرف، يبقى انا بجيب الانتروبوستيرور اكستند اوف ذا ليجن زي كده. ادي ابتديت من ناحيه الاورا سيراتا والصوت راجع ورا 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 في اتجاه الاوبتيك نيرف اللي هو على الشاشه الساعة 12 هتبقى فوق، يبقى انا كده عارف ان هنا الاورا سيراتا وهنا اتجاه الاوبتيك نيرف، يبقى عرفت الليجن ده ممتد انتو بوستيريور قد ايه. مثلا هنا ده اسمه لونجيتودينال سكشن عند الساعة 6، انا حاطط البروب فوق وبصور الساعة 6 تحت. مثلا لو انا حطيت هنا البروب يبقى انا عامل لونجيتودينال سكشن عند الساعة 7، لو انا حطيت البروب هنا يبقى انا عامل لونجيتودينال سكشن عند الساعة 3. لا 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 ده لسه، بس استنى انت عارف الاناتومي يعني قصدي عرفت الاورينتيشن ده، طبق اللي انت عايزاه بقى على الاناتومي اللي انت عايزاه. انا بدور على ايه؟ طبعا اوبتيك نيرف بيبان لي احسن لو انا حاطط البروب تمبرال وهو باصص في الجنب، فانا عندي مسافه طويله من الاوبتيك نيرف اقدر اجيبها. فكره بقى ايه؟ ان المساحه اللي الصوت بيعديها ما تقدرش تجيب العين من اولها لاخرها، يعني ما عنديش بروب يجيب لي من اول الاورا سيراتا للاوبتيك نيرف، ما فيش هذه المساحه، وبالتالي انا مضطر اخدها حته حته، يعني ممكن اوجه البروب يصور لي مثلا عند الاورا سيراتا لحد الحته دي، وبعدين اذا حركت البروب شويه يعني حطيت روحي كده اقدر اجيب الحته دي، بس اذا طلعت لقدام اقدر اجيب الحته اللي ورا، يعني انا ما عنديش بروب يغطي كل ده. يبقى انا كده لو انا عند الليمبس انا عملت سكشن هنا، لو انا نزلت بالبروب بتاعي عند الاكويتور انا عامل سكشن في الاكويتور الناحيه الثانيه، لو انا نزلت بالبروب بتاعي ورا الاكويتور يبقى انا عامل سكشن عند الاورا سيراتا، يعني وانا بشتغل انا بقدر احدد الناحيه اللي انا عايز اصورها
انا وصلت لفين، لان ما عنديش برو بيجيب ده كله. مفهوم قصدي؟ البوزيشن الثالث اللي هو الاكسل، اللي انا بقى عايز اجيب فيه اللينز. فهنا انا بقول للعيان بص ستريت، وهو مغمض عينه حاطط الجل، بس عينه الثانيه بتفهمني انه بص ستريت. انا حاطط البروب دايركت، ممكن مثلا يكون هوريزونتال اكسل او فيرتيكال اكسل او اوبليك اكسل. لو انا حاطه كده انا عامل الصوت معدي كورنيا اي سي لينز فيتريس ريتنا. احنا عندنا مهما عملنا الجزء الاولاني ده من الصوره از ان ارتيفاكت، في ايكوس كتير جايه من البروب نفسه. علشان اقدر اجيب اللينز بضطر احط جل كتير قوي واخلي البروب يبعد عشان يقدر يصور لي اللينز. يعني لو انا لازق جلد على طول حتى ده مش هيبان، هيبقى داخل الحته دي جوه الارتيفاكت. فهنا في الصوره دي انا حاطط جل والعين باصص ستريت وانا اكزيل كويس. الصوت انا حاطط المارك بتاعتي هي نيزل، يبقى الصوت هيتحرك من النيزل للتمبرال، يعني كده يبقى حضرتك ادي النيزل وادي التمبرال، ده الاوبتيك نيرف. نيزل لي وتمبرال لي، يبقى فين الماكيلا؟ تمبرال. اللف اللي انت عايزاه، المهم بس تبقى اورينتد صح. خلاص الاكسيال ممكن اعمل اكسيال هوريزونتال او فيرتيكال او اوبليك. عشان اعرف اجيب الماكيولا انا لازم اعمل اكسيال هوريزونتال عشان اجيب الماكيولا ايري. هم دول البروف اورينتيشنز المختلفة.